مرحبا حجاج بيت الله، يا مع حملة الديري. هذه الشنطة اللي بتحصلون عليها إن شاء الله توزع عليكم يوم السبت. طبعا داخل الشنطة الكبيرة في شنطة أصغر منها شوية، وهذه المحتويات الموجودة. طبعا مطارة الماي، هذه مطارة تحتاجونها إن شاء الله هنا أثناء الحج. ستاند للتليفون، طبعا هذه مثل بوك شاملة الأغراض، هذه قرابات والمقاس. طبعا هذه حق السيارات او حق الطياره للرقبه. في هذه داخله هني ميزان توزن الشنط، تحتاجون ان شاء الله هناك. وهاي ايضا تحتاجون بلكات او لشاحن التليفون، شيء جدا راقي. طبعا يوجد ادعيه الطواف، وايضا هي في كتاب هدايه المناسك في احكام المناسك، فيها جميع الاحكام اللي تخص الحج ومناسك الحج. قبعه ايضا، هذه الكيس للجمرات، وايضا هذه الاكياس تحتاجونها حق ركوب كرامه للاحذيه. وايضا توجد فوطه بالحجم الكبير، في شنطه كتف، وايضا في شنطه الظهر. وهذه الشيء تحتاجونه ان شاء الله هناك في للتسوق. يعطيكم العافيه.